جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من ميم ألف المغرب الدار البيضاء، يقول فضيلة الشيخ أود أن تجيبوني على سؤالي هذا، فأنا في حيرة من أمري. عمري الآن 27 سنة، ومنذ 4 سنوات ارتكبت خطيئة كبرى ألا وهي الزنا، وكان معي مجموعة من الأشخاص، والآن تاب الله علي وتبت إلى الله عز وجل، وضاقت بي الدنيا ولم أحتمل نفسي لا في العمل ولا في البيت، فأنا أضيع وقتي الآن في التفكير، ويوسوس لي الشيطان بأن الله لن يغفر لي هذه الذنوب، علما بأنني أصبحت أصلي الصلاة في أوقاتها، وأصوم يوم الاثنين والخميس، وأقرأ ما يتيسر من القرآن، وأتقرب إلى ربي بالنوافل، كيف توجهونني مأجورين؟ نوجهك بأن التوبة إلى الله عز وجل تمحو ما قبلها من الزنا وغيره. قال تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان الله يغفر الكفر والشرك بالتوبة فالزنا من باب أولى. قال تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، وأخبر أنه يتوب على من تاب من هذه الذنوب ويبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فدع عنك الوسواس وأبشر بالخير وأبشر بالمغفرة من الله عز وجل إذا صدقت توبتك واستمرت عليها، فأبشر بالخير والتوبة من الله عز وجل كما وعد الله بذلك، فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده. نعم.